صوفيا أخميس، مديرة التنفيذية لمؤسسة علي زاوة. ألوغ فهاد 12 عام مؤسسة علي زاوة بدات أولا بأن سول سونتخ هنايا في سيدي مومن في الدار البيضاء، واليوم ولينا في 4 لي سونتخ اللي مفتوحين، وواحد الخامس اللي قرب يفتح الأبواب ديالو في نهاية العام 2021 إن شاء الله. هاد لوفيرتور ديال لي زوتر سونتر بفضل مجموعه من الشراكات اللي قدرنا نديروهم، واوسي سورتو ليفيكاسيتي ديال الخدمه اللي دارت هنايا في سيدي مومن من 2014 لحد الان، لان بينات لي زيفي ديال الثقافه على الشباب، وكيفاش ان التربيه الثقافيه بصفه عامه كتسمح للشباب المغربي انه يعبر على راسو، يكتشف الشخصيه ديالته، ويديفلوبي واحد لو سونتيمون دابارتونونس عاوتاني البلاد والثقافته بصفه عامه. مركز نجوم سيدي مومن فيه مجموعه من الانشطه الثقافيه، كالرسم، كاين الفنون التشكيليه بصفه عامه، كاين فنون الرقص ايضا باشكال متنوعه، كاين لي دونس كلاسيك ولا دونس هيب هوب، كاين الموسيقى فين الوليدات والشباب عاوتاني هما كيقدروا يستافدوا من دروس في البيانو، في الجيتار او الغناء، ايضا لا باتري اكسيتيرا. كاين دروس ايضا في المسرح، وكاين برامج مختصه الشباب اللي هما باغيين يوليو فنانه ويديروا كارير ديالهم في الفن، كالبروغرام ديال لا بوزيتيف سكول اللي هو بروغرام ديدي للهيب هوب 100%، وعنده فورماسيون في الراب، في الديجينغ، في رقص الهيب هوب ايضا، في الجرافيتي، وعندنا بروغرام ديال لا ليغ ناسيونال دامبروفيزاسيون تياترال اللي هو بالنسبه للممثلين اللي باغيين يتعلموا فن الارتجال ويديفلوبيو رؤوسهم في هذا الفن هذا. مركز نجوم سيدي مومن كيضم تقريبا 1000 منخرط، وبصفة عامة في المغرب المؤسسة كتجمع تقريبا 2000 منخرط في جميع المراكز ديالها. علاش عادي تهجرني وتخلي لي صابي الحياة حمزة 23 سنة. عثمان أخراز 25 سنة. أنا الصراحة اكتشف موهبة تقريبا في 2011-2012، ولكن في ديك الوقيتة ما كنتش في حتى شي كونسرفاتوار ولا ما كنتش في شي سونتر آخر، حتى وراني واحد الصديق ديالي قال لي راه كاين واحد السونتر اللي تقدر تنمي فيه لو طالون ديالك، وشكروا لي بزاف. هي فين جيت لي في 2017، وتما بديت كنقرا لو سون هنايا والسولفيج. بالنسبه لي انا اكتشفت الموهبه ديالي ملي كانت عندي 6 سنين، وامتى تخصصت نيت فاش بديت كنقرا موسيقى، فاش كنت في الاولى اعدادي كان واحد الاستاذ عندنا نيت في المدرسه كيقري تما الموسيقى، وبقيت معاه تقريبا تل 2015. صراحه بزاف ديال الحوايج، يعني بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تلقاهم، اللي لقيناهم حنا في نجوم ما لقيناهمش في دي سونتر اخرين، بحال لي انسترومون، بحال لي زاتولي اللي كيكونوا هنايا، وميم طون حنايا واخا كنديروا لو شون كنقدروا نستافدوا من بزاف ديال الحوايج اخرين، يعني كنقدروا نحضروا مع الدراري ديال التياتر، الدراري ديال لا دونس، الدراري ديال الزاج، المهم بزاف ديال الحوايج اللي استفدناهم من الوقيته اللي دخلنا فيها السونتر حتى لدابا. بالنسبه حتى لي زاتولي ما كاينش عليك ممنوع انك الا كنتي في لو شون تدخل لي زاتولي الاخرين، فهمتيني، ماشي مشكل، دونك تقدر تستافد من هنا ومن هنا. هذا هو لافونتاج اللي لقينا في هذا السونتر ما لقيناش في لي سونتر الاخرين.